الحمد لله رب العالمين، رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق آدم من تراب. أحمده سبحانه وتعالى أن أنزل الكتاب وجعل لكل شيء أسباب. أستهديه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. يا رب رضاك خير من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فليس للروح آمال تحققها سوى رضاك فذا أقصى أمانيها. فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير إلي من الدنيا وما فيها. وصل اللهم على حبيبك ومصطفاك إلى أن نلقاك وأنت راض عنا، اللهم آمين، اللهم آمين. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الجزء الرابع من خلق الصبر. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الصابرين المتصبرين والمرابطين والمحتسبين الراضين بقضاء الله وقدره في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. أخي الكريم، أختي الفاضلة، خلق الصبر مهم في حياة الإنسان وبخاصة المؤمن، إلا أنه كاد أن يضيع في حياة الناس، بمن هذا الخلق كاد أن يضيع في حياتنا، بحيث أصبحت كلمة الصبر عند كثير منا تعني كلمة نظرية لا منهجا عمليا للتخفيف من حدة ألمنا ولحل أي مشكلة من مشاكلنا وللوصول لأي غاية أو تحقيق أي هدف من الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها. فالصبر يا أحبابي مفتاح الفرج كما يقولون، بل هو مفتاح الكون كله. فإذا ما تأملنا في مخلوقات الله عز وجل وجدنا أن الصبر خلق لا بد منه لكي تستمر الحياة ولكي ينعم الإنسان بثمرة خلق الصبر في الدنيا والآخرة. فهذا جنين مثلا في بطن أمه ينشأ على مراحل، وأمه صابرة وأبوه صابر ومن حوله صابرون، إلى أن يكمل ويخرج من بطن أمه بسلام وبإذن الله عز وجل. وانظر إلى التجارة يا أحبابي كيف تنمو وتكبر إلى أن تعطي شيئا فشيئا أرباحا، والتاجر صابر ومن حوله صابرون. وانظر إلى الشجرة كيف تكبر وكيف تنمو، وإلى الزرع كيف ينمو، وإلى الفواكه والخضر كيف تنضج، والفلاح صابر ومن هو بحاجة إليها صابرون. ولو شاء الله تعالى لقال للسماوات والأراضين السبع وما فيهن ومن فيهن وما بينهن وللعرش والكرسي كن فيكون، ولا يسبق الكاف النون سبحانه وتعالى. لكن الله عز وجل أراد من خلال ذلك كله أن يعلمنا بأن كل شيء يتحقق بالصبر وبالتدرج، وأن كل ما في الوجود يتحقق بالتدرج. إذن فمجمل القول أن كل شيء في حياتنا يحتاج لخلق الصبر. جعلنا الله وإياكم أحبابي وأحبتي ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يا ربي يا رب، ذنوبي إن فكرت فيها كثيرة، ورحمة ربي من ذنوبي أوسع، وما طمعي في صالح إن عملته، ولكنني في رحمة ربي أطمع. فإن يك غفران فذلك رحمة، وإن تكن الأخرى فماذا أصنع. وإلى الجزء الخامس بإذن الله عز وجل إن قدر الله لنا ولكم البقاء واللقاء. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوسف ترى الإنسان أو الإدريسي الإنسان.